الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. فإن دراسة الأصول بمعزل عن الفقه آفة جثيمة استفحل خطرها وزاد ضررها وظهر عوارها خاصة بين طلبة العلم الشرعي، مما أدى إلى عقم المادة الأصولية عند طلابها، وخاصة بعد أن أصبح البحث الأصولي ينتهي بالكثير منهم عند دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي على الفروع، فأصبحت دراسة الأصول بلا ثمرة، فانفصمت بذلك عرى الأصول عن أن تبنى عليها الفروع، وهي في أصل وضعها بمثابة المقدمة لبناء الفروع عليها واستنباطها منها. ولأجل ذلك قال الإمام الشاطبي في المقدمة الرابعة لموافقاته: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. وهذا يبين أن أهمية دراسة الأصول تكمن في استنباط الفروع منها وبنائها عليها، وليس في مجرد دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي. لأجل ذلك يسر إخوانكم في تسجيلات الفرقان العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. وقد قام بشرح هذه المادة فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن نترككم مع المحاضرة السادسة، والتي هي بعنوان الاحتجاج بمفهوم الموافقة وعموم المقتضي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. تكلمنا الأسبوع الماضي على المفهوم وأقسام المفهوم أو أنواع المفهوم. تكلمنا عن المفهوم، مفهوم المخالفة وأنواع المفهوم، وبينا حجية المفهوم واختلاف العلماء في حجية المفهوم. على ما عهدنا قبل أن أبدأ نستحضر ما مضى. مفهوم المخالفة تعريفه هو ما خالف حكم المنطوق، لكن أنا أريد التعريف اللي عرفته الأسبوع الماضي. نعم، هو حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق. مثال ذلك، ومن لم يستطع منكم فين المفهوم؟ لا، بين لي المنطوق الآن ثم بين المفهوم الذي لا سعة عنده. نعم صح، أحسنت. طب أنواع المفهوم، اضرب بالأمثلة. مفهوم الصفة، أحسنت. مفهوم الغاية، أبو معاذ، حكم ما بعد الغاية يخالف حكم ما
قبل الغاية ادرب المسح حتى يبلغ الهدي محلة. طيب بينه أكثر فقهيا. لا تحلق رأسك حتى. طيب ماشي. نوع ثالث مفهوم الشرط أحسنت. الدليل إذا بلغ الماء قلتين، لكن هذا أيضا له مفهوم ثاني العدد، لا يدخل فيه مفهوم العدد، يعني مش واضح في مفهوم الشرط. مفهوم الحظ وهو إنما الأعمال بالنيات. طيب فين المفهوم؟ أنا أريد المفهوم الآن. نعم يعني المفهوم، المفهوم يعني أي عمل لم يسبقه نية فهو ليس بعمل، لا يجزئ أو أنه غير مقبول. بينا أيضا الأسبوع الماضي أن مفهوم المخالفة يطرح في عدة حالات. ما هذه الحالات التي يطرح فيها مفهوم مخالفة ولا يكون حجة؟ ولا أشرح أحسن وبعدين نسأل. المفهوم مفهومان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة قد تكلمنا عنه، أما مفهوم الموافقة فمعناه حكم المسكوت عنه يوافق حكم المنطوق نفيا وإثباتا لاشتراكهما في معنى واحد. حكم المسكوت عنه يوافق أو يطابق حكم المنطوق لاشتراكهما في المعنى. مثال ذلك قال الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما المنطوق لا تتأفف. طب لو قال الرجل يا هل تدخل في المعنى ولا ما تدخل؟ لو فعل هكذا بيده أشار بيده غاضبا تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل. ده معنى أن مفهوم الموافقة أنه وافقه في المعنى، لأنها ستتأذى بالتأفف وتتأذى بالإشارة وتتأذى بالكلام الرافض لأوامرها. صحيح؟ طيب. ومفهوم الموافقة نوعان، لحن الخطاب وفحوى الخطاب. لحن الخطاب وفحوى الخطاب. لحن الخطاب هو المساواة، مساواة المسكوت عنه للمنطوق في المعنى، المساواة في المعنى والحكم. مثال ذلك قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فالأكل هنا هل يساويه الإتلاف بالإلقاء في البحر مثلا أو الإتلاف بالإحراق؟ يساويه ولا ما يساويه؟ يساويه، فالإتلاف يساوي الأكل، فده يسمى لحن الخطاب. المساواة بين المسكوت عنه والمنطوق يسمى لحن الخطاب. أما فحوى الخطاب أن المسكوت عنه يكون المعنى فيه أقوى من المنطوق، وده بعض الأصوليين يسمونه القياس الجلي، لكن كما رجح الشافعي أنه من دلالات الألفاظ. مثال ذلك قول الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فالمعنى هنا التأفف، الأقوى منه في المسكوت عنه الضر. فإن حرم الله عليك أن تقول لها أف فقد حرم عليك أن تضربها من باب أولى، فالمعنى هنا أقوى في المسكوت عنه أقوى، فهو أولى بالحكم من التأفف، وهذا يسمى فحوى الخطاب. هل لأحدكم مثلا يضربه لنا في فحوى الخطاب غير الذي قلته؟ هذا تمرين لطلبة العلم. فحوى الخطاب فهمتوه؟ طب اضربوا لي مثلا كما ضربت لكم مثلا، درسناه في عمدة الأحكام. أنتم اليوم أصوليون أم محدثون؟ أصوليون. طيب أين الأصوليون؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه؟ صح، لا يبولن، فمن باب أولى لا يتغوط. صح ولا لا؟ أليست هذه واضحة جدا جلية في مسألة فحوى الخطاب؟ إذا نهى عن البول وهو الأخف نجاسة فالتغوط أشد نجاسة، فيكون هو أولى بالحكم. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ طيب إذا مفهوم الموافقة نوعان، فحوى الخطاب ولحن الخطاب. لحن الخطاب هو المساواة، فحوى الخطاب هو أن يكون في غيره أقوى منه. المسائل التي تتعلق بمفهوم المخالفة، وإن كنت سأخذ منها الشطر حتى أتكلم عن المنطوق ونرجع بعد ذلك للمفهوم.
منها زواج الأمة الكتابية. الأمة مفهوم المخالفة المسألة تتعلق به. احنا بينا أن مفهوم المخالفة بالإجماع حجة. فاليوم سنبين الأسباب والآه. صح كده مفيش إجماع ده في خلاف. طب مين المخالف ومين الموافق؟ أولا أنتم تعتقدون بحجية مفهوم المخالفة؟ تعتقدون؟ ها؟ طيب من يوافقكم على ذلك من الأئمة؟ ومن يخالفكم؟ الأحناف مخالفون، نعم الأحناف صح يخالفون في هذه المسألة، لا يقولون بمفهوم المخالفة. أيوة الأحناف يخالفون، اضبط نفسك، أنت واهم. الآن ما أخطئك، هم صح وأنت غلط. ابن حزم نعم مع الأحناف، لكن الأصل الأحناف. طيب من يوافق؟ هؤلاء يخالفون، من يوافق؟ الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بمفهوم المخالفة ويقولون بحجيته. والأحناف يخالفون ذلك. طب إيش الأدلة عند الأحناف؟ وين وجه المخالفة هنا؟ إيش حجة الأحناف في ذلك؟ قالوا الآن المفهوم لا تقولون به، إذا المفهوم مطروح فلا يصح أن يكون المفهوم حجة، وقد رددنا عليه. أنا أقول الأحناف يخالفون وحجتهم بذلك أن المفهوم مطروح، إذا ليس بحجة، وهذا طبعا بينا ضعف هذا القول. أثر هذا الخلاف على المسائل الفقهية، منها أولا الزواج بالأمة الكتابية. الأمة الكتابية، أولا الأمة هي التي كانت سبيا من الجهاد بين المسلمين والكفار، فأخذها المسلمون سبيا فوقعت في سهم مقاتل من المقاتلين فأصبحت أمة له، يطأها بدون عقد وبدون شهود وبدون ولي، يطأها دون عقد النكاح، وأيضا له أن يستعملها ويعني يستربح بمالها الذي تأتي به. فهذا فيه معنى الأمة. الأمة هذه الكافرة سواء أسلمت أو لم تسلم، طبعا الخلاف عريض بين العلماء في مسألة الأمة المجوسية أو الأمة الروسية مثلا أو الأمة غير أمة أهل الكتاب، هل يجوز وطأها ولا لا؟ هذا باب ثاني نتكلم فيه. الغرض المقصود أمة غير مسلمة، هل يجوز للمرء الذي لا يستطيع الطول أن ينكح هذه الأمة أم لا؟ هذه مسألة حوارها ومدارها على حجية مفهوم المخالفة. من قال بحجية مفهوم المخالفة يقول هذه الأمة يجوز له أن يتزوجها بشرط ألا يجد الورق أو يجد الطول للزواج. والذين لا يقولون بمفهوم المخالفة يقولون لا لا يجوز. توضيح ذلك أن الجمهور يقولون بجواز الزواج من الأمة المسبية، ولو كانت أمة نصرانية له أن يتزوجها. وقالوا دليلنا قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، يعني غنى، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، أنا أخطأت في الأول وكل نايم خلي بالكم، فمما ملكت أيمانكم، أنا أخطأت في الأول حتى الآن أقول ما حدش بيردني، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فالله أعلم بإيمانكم. فين الخطأ؟ فين الخطأ اللي أنا أخطأته الآن؟ أيوة نعم أحسنت، بس أنا إيش قلت في الحكم الأول؟ الجمهور ماذا يقولون؟ بالجواز صح؟ هنا محل الخطأ، هنا محل الخطأ، أنا ما ألومنكم على ذلك، هنا محل الخطأ. الجمهور لا يقولون بالجواز، أنا خطأتكم من الأول في مفهوم المخالفة لما قلت الذي يقول بأن مفهوم المخالفة حجة لا يمكن أن يقول بالجواز، والذي يقول بأن مفهوم المخالفة ليس بحجة يقول بالجواز. وتوضيح ذلك أن الجماهير يرون بأن الله قيد جواز الزواج من الأمة بشرطين اثنين في الآية. الشرط الأول من لم يستطع، أحسنت، لا يستطيع طولا، لا يستطيع غنى أن يتزوج، يبقى لو مستطيع لا يجوز له أن يتزوج، وهذا بالإجماع. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أو القيد الثاني، قال الله تعالى من فتياتكم، فتياتكم أضافها لأنفسكم وأنتم مؤمنون مسلمون فتكون على نفس ملتكم ونفس دينكم، ثم أكدها حتى لا يحدث اللبس، ثم أكدها وقال المؤمنات، فهذا تأكيد من فتياتكم يعني اللاتي هن من ملتكم، ثم أكدها بتأكيد مهم قال المؤمنات بوصف الإيمان، فهذا الوصف قيد وشرط. فالذين يقولون بمفهوم المخالفة ماذا يقولون؟ يقولون أولا الذي يستطيع طولا لا يجوز له الزواج من الأمة. والشرط الثاني هو محل الخلاف هنا بين العلماء الأحناف وغيرهم، قالوا الذي لا يستطيع طولا ماذا يفعل؟ إن لم يجد المرأة المؤمنة لا يتزوج،
إن لم يجد المؤمنة الأمة المؤمنة لا يتزوج، ده قول الجمهور لأنهم يقولون بمفهوم مخالفة. قال الله تعالى من فتياتكم المؤمنات، وهذا وصف، مفهوم الوصف إن كن غير فتياتكم على غير ملتكم، ليست المرأة من فتياتكم المؤمنات فلا يجوز لكم الزواج، صح؟ لأن المنطوق هنا كأن الآية تقول المرأة والأمة التي تحت أيديكم، الأمة المؤمنة يجوز الزواج منها، مفهوم مخالفة المسكوت عنه يخالف المنطوق، مفهوم مخالفة ها؟ يبقى غير المؤمنة غير الحكم، الحكم الأولي كان إيش؟ يجوز الزواج، غير الحكم لا يجوز الزواج، ده مفهوم المخالفة. فالجمهور يرون بأنه لا يجوز الزواج من الأمة التي ليست بمؤمنة، والدليل مفهوم المخالفة. طيب الدليل الثاني أو القول الثاني قول الأحناف، قالوا يجوز للمرء أن يتزوج من الأمة الكتابية. قلنا ما الدليل؟ قالوا عمومات الكتاب. فما هي عمومات الكتاب؟ قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فقال ما طاب لكم من النساء، وجه الدلالة أيها الأصوليون، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. محمد، العموم ما طاب لكم، ما طاب لكم، هذا الماء تدل على العموم. وأيضا قال من النساء ألف ولام الاستغراقية، يعني كل النساء سواء كان كتابية أو غير كتابية. فوجه الدلالة عموم قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وأيضا قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء، وجه الدلالة ما، أسماء مبهمة تدل أيضا على العموم، يعني كل ما وراء هؤلاء غير الأمهات وغيرهن، هؤلاء حلال لكم الزواج منهن. فقالوا هذه العمومات. وأما دليل الجمهور فدليل ضعيف، قلنا ما ضعف، قالوا هؤلاء يحتجون بالمفهوم، مفهوم المخالفة، وهذا المفهوم ليس بحجة. قلنا لهم لا، المفهوم حجة كما بينا الأسبوع الماضي، وأتينا بالأدلة الكثيرة من فهم من؟ من فهم النبي، كيف ذلك؟ أحسنت، أنت استغفر لهم 70 مرة، إيش وجه الدلالة اللي استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه فهم قول الله بمفهوم المخالفة؟ كأن هذا مفهوم العدد، يعني ما تستغفرش فوق 70، قال لا هذا مخير بأن أستغفر أكثر من 70، مفهوم العدد لو استغفر أكثر من 70 ممكن أن يغفر الله له، نعم، أو التخيير، ماشي، ده فهم النبي. الثاني فهم الصحابة، ها فهم الصحابة، قصة من الذي أثبتت أن الصحابي يحتج مفهوم المخالفة؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأي آية؟ وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ولكن أحركم أن تقصروا من الصلاة، نعم. إيش ثاني؟ لغة، قلنا أئمة اللغة مثله ابن قسام، صح؟ عبيد الله بن سلام. والثاني عبيد الله، ومن أشهر رجل في اللغة إذا خالفه الفقهاء؟ الشافعي، من أئمة اللغة، قال مفهوم المخالفة. وقلنا الدليل إنما الماء من الماء، يعني لا يمكن الاغتسال إلا بالإنزال، إذا لم يكن الإنزال فلا اغتسال. فقلنا لهم المفهوم حجة وبينا ذلك، فقالوا لن نقبل كلامكم حتى تجمعوا لنا بين هذا المفهوم وبين هذا العموم. قلنا الجمع سهل وهين، فإن الراجح أنه يجوز أن يتزوج الأمة الكتابية. ومفهوم المخالفة من قوله تعالى من لم يستطع منكم إلى قوله من فتياتكم المؤمنات، يخصص عموم قول الله تعالى ما طاب لكم من النساء، كأن مراد الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء الحرائر، سواء كن كتابيات أو مؤمنات مسلمات، والإماء خاصة في المسلمات دون الكتابيات. مفهوم الكلام ولا لا؟ ها؟ ثاني مفهوم المخالفة من فتياتكم المؤمنات، يعني اللاتي غير مؤمنات فلا يجوز لكم النكاح منهن، ده مفهوم المخالفة. هذا المفهوم يخصص عموم قول الله تعالى ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم من النساء. فنقول كيف خصصه؟ كأن مراد الله في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا معناه فانكحوا ما طاب لكم من النساء، سواء كنا مؤمنات مسلمات على الحرائر، هذا مسلمات مؤمنات أو كتابيات، جاز لكم الزواج منهن، خلاص. وأيضا الإماء تعم ما طاب لكم من النساء من الإماء المسلمات خاصة، وغير المسلمات فلا يجوز النكاح منهن، هذا معنى مراد الله ما طاب لكم من النساء، هو عام مخصوص، مخصوص بهذا المفهوم،
فدائرته في الحرائر المسلمات والحرائر الكتابيات والإماء المسلمات خاصة دون الإماء الكتابيات. أيضا من المسائل التي مرجع الخلاف فيها هو مفهوم المخالفة، مسألة في البيوع، وهي الثمرة إذا أبرت، ثمرة النخل، النخلة إذا أبرت، فهل تكون الثمرة النخل؟ تعرفون النخل؟ في أحد فيكم عنده مزارع ولا يعرف هذه المسائل؟ تعرف التأبير؟ طيب كيف تأبير النخل؟ صح، هو شق طلق الذكر ولا الأنثى؟ الأنثى، الأنثى شق طلق الأنثى، ونضر فيه تضر طلق الإيش؟ الذكر، حتى تلقح، ده اسمه التلقيح، التأبير. التأبير بعدما يأتي البائع فيتعب في نخله فيشق طلق الأنثى ويضر فيها الذكر حتى تؤبر، حتى تثمر، فهل بعد هذا التعب والشقاء وجاء مشتري يشتري هذا الحائط، الحائط اللي هو البستان اللي فينا، ويشتري هذا الحائط، هل الثمر هذه التي تعب فيها البائع تكون له بعد الشراء أم تكون للمشتري؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، ومدار الخلاف أيضا على مفهوم المخالفة. من قال بحجية مفهوم المخالفة سيقول الثمرة للبائع، ومن لم يقل بمفهوم المخالفة سيقول الثمرة للبائع في الحالتين. يعني الجمهور يقولون الثمرة للبائع إذا أبرت، فإن لم تؤبر فهي للمشتري. والأحناف يخالفون، يقولون نوافق بعد ما أبرت تكون للبائع، وقبل ما تؤبر أيضا فهي للبائع، والحجة في ذلك مفهوم المخالفة كما سنبين. الجمهور يرون أن المشتري الذي جاء يشتري حائطا بستانا وهذا البستان فيه نخل قد أبر والثمرة النفوس قد اشتاقت إليها، فقال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الثمرة تكون للبائع وليست للمشتري. يتفق البائع مع المشتري عند الجزاء، أوان الجزاء يقول له عندما تثمر هذه الثمرة فهي لي ليست لك، هي ملك لي وليست ملكا لك. فإذا جاء المشتري فقال كيف ذلك وقد أعطيتك المال على حائطك، فكيف تأخذ هذا الثمر؟ يقول منحني الرسول هذا الثمر. يقول المشتري كيف ذلك؟ فيقول البائع وهو فقيه، فقيه في فقه البيوع الذي انعدم في هذه الأزمنة حتى مع البائع، فيقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم وفي السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا قد أبرت، قد أبرت، هذا إيش؟ وصف وقيد، صح ولا لا؟ مفهوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. فجاء المشتري فاشتراها قبل أن تؤبر فقال البائع هي لي، فيقول الجمهور ليست لك. أما الأحناف فيقولون هي للبائع سواء كان قد أبرت أو لم تؤبر. وجه الدلالة من الحديث أن مفهوم المخالفة قول سلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إذن بعد التأبير هي للبائع وقبل التأبير فهي للمشتري، وليس للمشتري أن يستصحب الحكم، ما يسحبش حكم قبل التأبير على بعد التأبير، لأن الإنسان فصل في النزاع وقال قد أبرت، فمفهوم المخالفة إن لم تكن قد أثمرت أو أبرت فإنها للمشتري. فيأتي الأحناف فيقولون للجمهور لا، الثمرة ليست للمشتري قبل التأبير بل هي أيضا للبائع. وقالوا عندنا دليل عموم قوله من باع أرضا أو حائطا فثمرتها للبائع. وجه الدلالة من هذا الحديث من باع أرضا فثمرتها للبائع، وجه الدلالة من الأحناف لم يقيد التأبير، هو هنا الإطلاق، اسمه الإطلاق مش عموم، الإطلاق، فأطلق فيبقى المطلق على إطلاقه حتى يأتي مقيد يقيده. فقال الجمهور عندنا المقيد وهو مفهوم المخالفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أبرت بمعنى ما إن لم تؤبر فثمرتها للمشتري، تخصيصا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فثمرتها للبائع إن صح الحديث. هذه المسألة الثانية في مفهوم المخالفة، وهناك مسائل أخرى كثيرة لكن لابد أن أعرج على المنطوق لأني أسقطته الأسبوع الماضي. المنطوق، واحد يعرف المنطوق الذي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي في محل النطق، أحسن. طيب دلل على قولك، دلل على قولك محمد مع التوضيح بالمثل.
أي منطوق لا مفهوم، هذا هو الصحيح. نعم. طيب أيضا المنطوق دلالات الألفاظ أصحاب اللغة يعرفونها جيدا. المنطوق له قسمان أو نوعان، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. المنطوق الصريح هو الذي يدل بدلالة المطابقة أو التضمن، لأن دلالات الألفاظ ثلاث: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة استلزام. في أحد يعرف الفرق بينهم؟ المطابقة هذا ما في فرق لدلالة المطابقة. التضمن من دي في وسط الكتاب، ده تضمن يحتوي. يعني في أحد درس رياضة يقولون سين محتوى في صاد، يعني داخله. دلالة الاستلزام كأن في سلسلة تجر هذا، ده اسمه دلالة اللزوم أو الاستلزام، كأنهم يقولون لازم قوله كذا. فأقول دلالة المطابقة بالمنطوق الصريح، والمنطوق الصريح قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل البيع، ده منطوق صريح ولا غير صريح؟ صريح، مطابق لحلية البيع. وقال وحرم الربا، أيضا تصريح في تحريم الربا، لا يحتاج أن تقول هذا باللزوم ولا هذا بالإشارة ولا هذا بالإيماء، بالتصريح. هذا معنى المنطوق الصريح. المنطوق غير الصريح دلالات، دلالة لزوم، دلالات على الحكم، دلالة استلزام، دلالة لزوم. منها ما هو مقتضي، مقتضى الله، ومنها ما هو بالإيماء، ومنها ما هو بالإشارة. يعني مش هنوع من النظر فيه كثيرة. أقول دلالة الالتزام هي المنطوق غير الصريح، منها المقتضي ما يقتضيه اللفظ، ومنها الإشارة، ومنها الإيماء. ما يقتضيه اللفظ هو الذي يتوقف اللفظ على صحته عقلا وشرعا، وصدقه أو كذبه، ده معنى المقتضي. بالمثال يتضح المقال، قلنا يتوقف صدق الكلام عليه أو يتوقف صحته شرعا وعقلا عليه. قول الله تعالى مثلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فالشاهد سيأتي، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. انظروا فعدة، إيش فيها؟ مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، إيش يعني إيش عدة من أيام أخرى؟ الكلام مش صح إلا لابد من إيش؟ من تقدير، صح؟ في شيء مقدر. قال ومن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، عشان يصح الكلام، وإلا فعدة من أيام أخرى، إيش عدة من أيام أخرى؟ من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ما له من الصيام. فلابد من تقدير كلام فأفطر، يعني ما صام. فأفطر من كان مريضا على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، يعني أيام أخرى يصوم هذه الأيام. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ إذا قال فأفطر، ده التقدير، هو ده معنى المقتضي، اللفظ يقتضي هذا التقدير. وإلا لم يكن ثم التقدير هنا، يبقى الكلام ليس صحيحا شرعا ولا عقلا، ولا أيضا حتى يعني الكلام ممكن يجرى عليه الصدق فيه، لكن هذا من باب الصحة الشرع والعقل. فأقول معنى قول الله تعالى فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر يصوم هذه الأيام الأخرى. هذا دلالة المقتضي. أما دلالة اللزوم أو دلالة الإشارة مثلا كوصف، وصف يعلق به الحكم، هذه دلالة إيماء وليست إشارة، دي تسمى عند الأصوليين رحمكم الله دلالة الإيماء. يومئ، كأننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يومئ بأن هذا الحكم سببه هذا الفعل، دي دلالة الإيماء. لا يتوقف الكلام في صدقه أو صحته شرعا وعقلا عليه. كمثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سنة أبو داود بسنن صحيح: جاء رجل ينتف لحيته ويضرب وجهه فيقول يا رسول الله هلك، فقال له وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأة نهار رمضان. قال اعتق رقبة، انظر هنا كلام النبي، قال وقعت، فقال له اعتق رقبة. فهذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يومئ أنا أحكمت عليك بأن تعتق رقبة بسبب أنك وقعت أهلك في نهار رمضان. مفهوم؟ دي معنى دلالة الإيماء. فدلالة الإيماء أن يومئ الشرع بحكم معلق على سبب أو على وصف. مثال ذلك أيضا قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، كأن القطع سببه السرقة. هذه أيضا بدلالة الإيماء، كأن الشرع يومئ أن القطع لا يكون إلا بالسرقة. طب إيش الفائدة وثمرة أن أعرف دلالة الإيماء هنا؟ تركيب الحكم على الوصف، إيش اللي يفيدني فقهيا؟
نعم، وإيش ثاني أهم حاجة؟ طب يخرج من هنا إيش؟ ما هو التقييد. طيب ائتني بقى بالتفسير، لا تجعلها عائمة كده. طب المختلس يقطع؟ ليش لا يقطع؟ ما هو أخذ مال، اشترك مع السارق في أنه أخذ مال، لأن الشرع أومأ بأن الحكم معلق على فغير السرقة. السارق حتى لو اتفقت معه على أخذ المال لا تنزل تحت الحكم. والإخوة مش بتتعلم الأصول عشان يقولوا إحنا درسنا الأصول، أصول الفقه وأثر الاختلاف وانتهى الموضوع، يبقى طلبة العلم أخذ الكتب والسواكات والأقلمة. في دكاترة والله أعلم دكاترة في الأصول تخصصهم أصول، لا يعرفون كيف يطبقون الأصول على الفقه. وأنا أقول الفقيه العاري عن الأصول ليس بفقيه، لا تأخذ منه فقه، ولن يستطيع أن يرجح، ولن يستطيع أن يهضم الفقه، هو مقلد، ذهب أم جاء هو مقلد، يحفظ فروع يفتي بها وينتهي الموضوع. لكن الإتقان في هذه المسائل التي تفرق بين عالم وبين آخر، هذه دلالة الإيمان، دلالة الإشارة هو غير مقصود الكلام، المتكلم لا يقصد ما فهمته أنت، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الراشد من كنا. في بعض الروايات قلنا إن صحت تمكث شطر دهرها لا تصلي، أو قال تمكث الليالي لا تصلي، يغنينا الحديث الصحيح. قال: وما نقصان عقلها يا رسول الله؟ قال: أليست لا تصلي ولا تصوم؟ في إيش؟ في الحيض. طيب، فهذه استشف منها بعض العلماء ببعض الروايات الأخرى بالإشارة أن أقل مدة الطهر تكون 15 يوم، أو أكثر مدة الحيض تكون 15 يوم، مع أن من سياق الحديث ليس في إيه؟ في الأقل ولا الأكثر، لكن هو يفهم منه بعد استنباط وبعد النظر في هذه المسائل. وده طبعا ليبين لك الفرق بين العلماء. الشافعي لما ذهب إلى أحمد بن حنبل فأدخل عليه العشاء فأكل كثيرا، ثم نام أحمد وقام يأخذ قسطه من الليل، فجلس الشافعي هكذا وما نام وما صلى. نقول: لا، ما صلى أمامه، فما صلى من الليل شيئا. ثم بعد ذلك أصبح فبزغ الفجر فقام يصلي الفجر من غير أن يتوضأ، فاندهشت ابنة أحمد فقالت: يا أبتي، أهذا الشافعي شيخك؟ قال: نعم، هو الشافعي شيخ. قالت: أخذت عليه ثلاث. قال: هاتها. قالت: يأكل كثيرا، وهذه ليست سمة العلماء الأتقياء، يأكل كثيرا وينام كثيرا ويصلي بغير وضوء. أي علم عند الشافعي؟ يأكل كثيرا فهمه البطون لا العقول، وهذه طبعا لا تكون دأب العلماء، العلماء ما يفعلون ذلك، إذ الطعام الكثير يضغط على المعدة، فمن أكل كثيرا اشتهى كثيرا جامع كثيرا ولم يقرأ من العلم شيئا. فقالت: يأكل كثيرا وينام كثيرا، لم يكن له من الليل شيء يأخذه يستغفر ربه سحرا مثلا. قالت: وينام كثيرا وصلى بغير وضوء. وحكم الذي يصلي بغير وضوء وهو يعلم أنه من غير وضوء ما حكمه؟ مستهزئ، وحكم المستهزئ الكفر، صح؟ طب هو كافر عينا، صح؟ ايش القاعدة اللي قعدناها؟ كافر نوعا، الفعل فعل الكفر، لكن الفاعل ليس حتى وتزال عنه شو مفهوم دي اللي قعدناها، لان لا يتجرأ على التكفير الا جريء. فاقول لما قالت ذلك اندهش احمد فقال: يا امام، ابنتي قالت كيت وكيت. فقال الشافعي حتى يزيل الدهشة عن الامام، وده الشاهد لنا سأتي اليه، قال: اما وقد اكلت كثيرا فإني وجدت طعاما طيبا مباركا. يعلم أن هذا الرجل لا يأكل إلا من الحلال، فقال: أكثر من الحلال يغنيني الله جل في علاه، فأكثرت منه. وأما النوم كثيرا فإني ما نمت لحظة من الليل، بت على مصطبتي هذه أو بت على أريكتك هذه، فجلست أفكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ده الشاهد، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فاستنبطت منه نيف وعشرين مسألة، أو قال مئة وأكثر من 120 مسألة. فاندهش أحمد وقال: هذه التي لا نستطيعها، لأن هذه محل فضل العلماء في ذلك. ولذلك كان علي بن أبي طالب لما وجدوه قال فيه عمر: يعني نعوذ بالله من قضية وليس فيها ليس فيها من؟ أبو الحسن، صح؟ ليس فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لشدة علمه. فقالوا: خصك النبي بعلم. فقال: والله ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم كآل البيت بشيء إلا فهما يؤتيه الله لأحدنا في الكتاب، إلا فهما يؤتيه الله المرأة في كتابه. فالفهم هذا هو الذي يفصل بين عالم وبين آخر. فانظروا إلى الشافعي
ينظر في الأدلة، فحديث واحد يستنبط منه 100 مسألة أو أكثر من 100 مسألة. فلابد من الأصولي الذي يتعلم الأصول ثم يتدرج. أنت تعلمت العام الماضي الأصول الفقه، واليوم تتعلم التطبيق أثر الأصول في هذا الخلاف. فلابد أن تدرب نفسك في كل المسائل العلمية، أين محل النزاع وما هو الخلاف وكيف تحرر هذا المحل وكيف ترجح. نرجع للكلام على الإشارة، أنها كما قلت نظر بدقة يغوص في معنى الحديث حتى يستنبط منه الحكم. مثال ذلك، أنا سأتي بالمثال وأنتم تأتوني بالفهم. قال الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. 30 شهر كم سنة؟ طيب. وقال الله جل في علاه أيضا في آية أخرى عندما قال: والوالدات يرضعن حولين كاملين. فالرضاعة كم؟ 2 سنين. هو قال حمل وفصاله كم؟ طيب ايش يستنبط بالإشارة من هذه الآية؟ هي مشهورة طبعا بقى مع عثمان بن عفان، فلازم الإخوة تكون عارفاها، عرفتها. أقل مدة الحمل 6 أشهر. هنا ده دليل بالإشارة. لما؟ لأنه لم تسق الآيات من أجل هذه المسألة، لكنها فهمت بإيش؟ بالإشارة. وده اللي فهمه عثمان فأوضحه لعمر بن الخطاب، لأن عمر بن الخطاب كاد أن يقيم الحد على امرأة قد ولدت بعد 6 أشهر، فبين له أن 6 أشهر هي أقل مدة للحمل. طيب، بعض المسائل التي تتعلق بالمنطوق أثر الخلاف في العلماء. المنطوق في المجمل اتفق الفقهاء فيه، لكن في عموم المقتضي اختلفوا فيه. دلالة الاقتضاء اللي هي المنطوق غير الصريح، قلنا يقتضي، اللفظ يقتضيه. فإذا كان اللفظ يقتضي 1 أو 2 أو 3 أو 4، كأن تقول مثلا قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. اللفظ يقتضي إيش؟ ده منطوق صريح، حرمت عليكم أمهاتكم. نعم. ليش؟ لأن الدلالة اسمها دلالة إيه؟ دلالة اللزوم. طيب، دلالة اللزوم إن اللفظ يقتضي شيئا قد قدر، وهو الزواج، يعني حرم عليكم وطئ الأمهات، حرمت عليكم أمهاتكم يعني وطئهن. صحيح؟ ده المقتضي له شق واحد فقط، هو الزواج، لأن الأم ليس فيها ما تحرم علينا إلا بإيه؟ بالنكاح فقط. طب لو قال حرمت عليكم الميتة، احنا ما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ها؟ طيب، في مقتضي، هل اللفظ ممكن يقتضي أكثر من حالة؟ نعم، يقتضي إيش؟ الأكل أو الاستعمال الانتفاع بها أو البيع أو الشراء، صح ولا لا؟ طيب، عموم المقتضي هذا هل يأخذ به العلماء ولا ما يأخذ؟ هذا محل النزاع. عموم المقتضي هل يؤخذ به أم لا؟ فده اللي أثمر الخلاف بين العلماء، بالمثال يتضح المقام. طبعا الجمهور يرون بعموم المقتضي، إذا قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة يبقى حرم عليكم الأكل والانتفاع وأيضا إيش؟ والبيع والشراء، إلا ما دل الدليل بإيه؟ بالتخصيص. إلا ما دل الدليل بالتخصيص. وهل هناك مخصص؟ أيها الفقهاء أحسنت، وهذا مخصص، فهذا الدليل على التخصيص، أنه ينتفع بالميتة ينتفع منها بإيش؟ بالإهاب، أنه هو يدبى، مفهوم؟ أما الأحناف فيرون أن المسألة خاصة في الإيه؟ في الأكل بس فقط، بعموم المقتضي لا يقولون به، وإذا قالوا بغيره قالوا بغيره بدليل. طيب، أثر الخلاف أو أثر هذا الخلاف في المسائل الفقهية يظهر جليا في مسألة قراءة الفتحة للمأموم، ومسألة الأكل والشرب ناسيا للصائم، مسألة المتكلم في الصلاة، كل هذه المسائل كلها نزاعها ومدارها تحليل محل النزاع، كل ذلك باختلاف عموم المقتضي. بشرح المثال يتضح لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنن: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا. رفع عن أمتي، إيش المقتضي هنا؟ إيش اللي رفع؟ المقتضي الإثم فقط. أنت تقول بقول الأحناف الآن ما لهاش تاني شيء يرفع، ما رفعنا الإثم يبقى رفعنا الحرم، يرفع الإثم ويرفع الحكم، صح؟ نعم، يقتضي اللفظ ذلك. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه يبقى رفع الإثم ورفع الحكم، مفهوم؟ أما الأحناف لا يوافقون على العموم، والجمهور يقولون بالعموم. تظهر جليا في هذه، قال العلماء في مسألة الذي تكلم ناسيا أو مخطئا أو مكرها في الصلاة، رجل يصلي وهو يصلي فوجد حية تسير أمامه، قال الله أكبر أو ما قال الله أكبر، تكلم بكلمة تضيع الصلاة، قال مثلا اللي بيتفاجئ بيقول لي أنا الحقوني، صح الحقوني، لو قال الحقوني صلاته تبطل ولا ما تبطلش؟ هو بيصلي الآن ووجد عقربا أمامه ووجد حية فقال الحقوني، هل ده تبطل صلاته ولا لا؟ أو رجل ثاني يصلي وهو بيصلي نسى شوية، وهو نسى
انتهى فقال ابويا اعطاني جنيه لاخويا 10 جنيه، ازاي فرق بيني وبينه؟ مش حرام عليه يعمل كده؟ ده كل ده وهو بيصلي. يعني بيصلي عمال يتذكر ان محمد اخوه اخذ العشرة وهو ما خدش غير جنيه واحد. طب الصلاة تبطل ولا ما تبطلش؟ قلت ناسية فتكلم. وهو بيصلي الراجل عمال يقرأ الحمد لله رب العالمين وهو يقول ابويا منه لله اعطاني جنيه وما اعطوش غير 10 جنيه. فقال ده الصلاة تبطل ولا ما تبطلش؟ فهذه المسألة على خلاف طبعا على خلاف العلماء، ومدار الخلاف في هذه القاعدة. عموم المقتضي هل يعم ولا ما يعم؟ رفع الاسم والحكم ام رفع الاسم فقط ويبقى الحكم؟ معنى يبقى الحكم لو انا طبقت الحديث عشان برضو تكون الاخوه فاهمه، رفع عن امومه الخطا والنسيان، والنسيان رفع الاسم ورفع الحكم. رفع الاسم ليس بآثم لانه يتكلم في الصلاه، اللي بيتكلم عمدا في الصلاه فقد اثم لانه خالف النهي، فرفع عنه الاسم لانه تكلم ناسيا. هل يرفع الحكم؟ والحكم هنا ان الصلاه تبطل. هل يرفع الحكم ولا ما يرفع الحكم؟ هذا محل النزاع. يبقى اتفق الجمهور مع الاحناف على رفع الاسم، واختلف في رفع الحكم. فاختلف في رفع الحكم، قال الجمهور يرفع الحكم وصلاته صحيحه. لعموم المقتضي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان، الاصل فيه رفع الاسم ورفع الحكم، ده الاصل. وعضدوا هذا المذهب بقرائن اخرى، وهذه طبعا من تنوع الادله لقوه القول. فعضدوا هذا الحكم او هذا القول بحديث معاويه بن الحكم السلمي الذي تكلم في الصلاه عندما وجد اخر قد عطس فقال الحمد لله، فقال له يرحمك الله، قال فوجدتهم ينظرون الي شذرا او يحدقون فيها البصر، فقلت ما لكم؟ ويح امي ما فعل كل ده وهو فين؟ في الصلاه. فضربوا على افخاذهم كادوا يقتلونه فسكت، كانهم يسكتونه فسكت. فتكلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتلونه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان في الصلاه بايه؟ لا شغل، ان هذه الصلاه لا يصح فيها من كلام الناس شيئا. ثم علمهم فقال معاويه والله ما نهرني ولا كهرني، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا بعدنا. فاستدل على ذلك وجه الدلاله من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ايش؟ عيد الصلاه، فبين له انه رفع عنه الاسم وايضا رفع عنه الحكم، مفهوم؟ اما الاحناف فقالوا نحن نقول برفع الاسم لكن لا نقول بعموم المقتضي، لا يرفع الحكم. واستدلوا على ذلك بادله منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عندما دخل على النبي فسلم عليه فلم يرد عليه ونهاه عن التسليم في الصلاه، والاصل ان مطلق النهي يقتضي الفساد. ما الدليل؟ تذكر من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، مفهوم؟ من اعرض في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني باطل. فده دلاله على ان مطلق النهي يقتضي الفساد. طيب هذا قول الاحناف، لكن الراجح الصحيح هو قول الجمهور، وان من تكلم ناسيا قد رفع عنه الاسم ورفع عنه الحكم، والذي يعضد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاويه ولم يقل له اعد الصلاه. طيب هل للاحناف ان يحتجوا بحديث المسيء لصلاته؟ فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي. لهم ان يحتجوا بهذا الحديث؟ والله بمرن الفقهاء الاصوليين. ينفع يحتجوا بهذا الحديث؟ لا ما ينفعش. ينفع. طيب ينفع، وجه الدلاله صح، هذا هو كلامك صحيح وليس بصحيح. احنا نقول حديث المسيء لا ليس حجه له. اولا اذا تكلمنا عن مساله الكلام فحديث المسيء ليس فيه كلام، فاذا هو خارج عن النزاع. وان تكلمنا على الترك فنقول في فرق، فرق الفقهاء بين فعل المامورات وترك المحظورات كما سنبينه وياتي ان شاء الله. فالغرض المقصود هنا المتكلم ناسيا او مكرها او مخطئا صلاته صحيحه ويرفع عنه الاثم بدلاله عموم المقتضي رفع عن امتي الخطا والنسيان. ايضا طلاق المكره، رجل اخذوه كتفوه ناس صعيده فقالوا والله لن نتركك حتى تطلق الناس، ده حدث صحيح حقا يعني. فالرجل قال ما اطلقه، فاخذوه فكتفوه والسكينه على الرقبه على العاتق، قالوا ستطلق او تموت، فقال هي طالق بال 33 شرط ثلاثة فقط. فطلقها الرجل، طلقها وتزوجت بعده، والله هذا زنا، فطلقها الرجل. فهل يقع الطلاق او لا؟ مدار المسألة أيضا على نفس الحديث والمقتضي، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هل رفع الإثم والحكم أم رفع الإثم فقط؟ طب مالها ومال ما نحن فيه؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وإيه؟ وما استكرهوا عليه، هذه الدلالة ولا مش هي الدلالة؟
ده وجه الدلاله، وجه الدلاله وما استكرهوا، يعني الكرب مصرح بيه ولا مش مصرح بيه؟ مصرح بيه، ورفع اسمه ورفع الحكم. طيب الجمهور ايضا اخذوا المتعلق بعموم المقتضي، والاحناف خالفوا وقالوا لا عموم المقتضي. فالجمهور يرون ان الطلاق يقع لعموم المقتضي، والاحناف يرون الطلاق لا يقع لانهم لا يقولون بعموم المقتضي. ندخل في المساله الفقهيه وننظر كيف ننيم الاخوه فينامون. طب لما هو العكس، هو العكس لما انا اقول ان انا بخطأكم ثم انتوا قايلين اني خطأت، ده ذكاء منكم ولا ذكاء مني؟ فاذا الجمهور يرون بان الطلاق يقع، والاحناف يرون ان الطلاق لا يقع. ده وهم بقى. اذا الجمهور يرون الطلاق لا يقع، لما؟ لقول صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان ومسك. اذا هو اكره على شيء فلا يمكن ان يؤخذ به. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. والمكره يدخل معه ها المخطئ من باب اولى، صح ولا لا؟ مفهوم؟ إذا بالآية وبالحديث. فقالوا لا يقع الطلاق، فإن أكره المرء أحدا على طلاق امرأته لا يقع. جاءت الأحناف فقالوا لا. الأول الجمهور عضدوا قولهم بفهمهم في عموم المقتضي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق فيه، أكملوا فيه إغلاق. طب ما وجه الدلالة في هذا؟ ما وجه الدلالة في هذا الحديث على طلاق المكره؟ قالوا لا طلاق في إغلاق. أيوة، ما وجه الدلالة في إغلاق؟ ما هي معناها؟ أي نعم أحسنت، إغلاق إما غمي على عقله فيهدي بما لا يعرف، يهرف بما لا يعرف، أو أنه قد أكره فتكلم بما لا يريد أن يتكلم. وأيضا المخطئ نفس الأمر يتكلم بما لا يريد أن يتكلم. جاء الأحناف فقالوا لا طلاقه يقع لأنه قصد الطلاق وقال هي طالق، وقد قال الله تعالى الطلاق مرتان. وأيضا عضدوا قولهم بحديث مهم جدا، ألا وهو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، جدهن وهزهن. ها نعم، جد مش هزهن هزل، انتوا بتعملوا ايه؟ ده هو سياق وسباق ولا ايه؟ هزهن جد، الطلاق والعتاق، وايش ثالث؟ احسنت، والنكاح. احسنت يا ام عاد. فقالوا الهازل اذا طلق يقع طلاق، وهو طب ايش الجامع؟ ايش الجامع في الحديث ده؟ ايش وجه الدلاله عندهم في ان المكره يقع طلاق بهذا الحديث؟ قالوا ثلاث، جدهن جد وهزهن جد. الهازل إذا طلق يقع طلاق. إيش وجه الدلالة عندهم في أن المكره يقع طلاق؟ ده هازل وده مكره، ده في المشرق والثاني في المغرب. لا مخالفة إيه؟ لا أحسن، عدم إرادة اللفظ، عدم إرادة اللفظ، لأن الهازل لا يريد أن يطلق والمكره لا يريد، فده الجامع بينهما، فده اسمه قياس. قياس إيه؟ قياس جلي، قياس الأولى أيها الأصوليون، قياس الأولى. ما ده اسمه قياس، مالنا مين ليه طيب؟ ما ده قياس اسمه قياس إيه؟ قياس العكس يا أستاذ، شبه إيه أنت كمان؟ قياس العكس، طيب ما قلت قياس العكس. أحسنت، أما خايف ليه؟ لا هو قياس شبه ولا قياس عكس ولا قياس جاري، ده قياس علة بجامع العلة يا إخوة يا أفاضل. محمد ده قياس شبه برضه بالله عليك؟ ده قياس علة مش قياس شبه. فقاسوه، وهذا قياس بديع. إذا المسألة محتدمة. طلاق المكره، رجل أخذناه وكتفناه وتزوجت امرأته بعده وخلفت ثلاثة، هل الأولاد دول ينسبون للرجل؟ وهل الطلاق ده يقع على ما يقع؟ ده المعترك الفقهي الدامي بين العلماء. قال الجمهور لا يقع الطلاق، والزواج الثاني يصبح ها مفسوخا، لكن لا نعده زنا. ليش؟ للشبهة. ده اسمه نكاح بشبهة، فيعطيها ما استحل من فرجها، يعطيها المهر ما استحل من فرجها، ولا بد أن ترجع لمن؟ للأول. لكن الأول لا يجامعها إلا بعد أن يستبرئ رحمها. استبرئ الرحم كام؟ 50 شهر ولا كام؟ ثلاثة أشهر. الله يهديكم، استبرئ الرحم حيضة واحدة، لكن العدة غير استبرئ الرحم. وتكلمنا عن ذلك ولا ما تكلمنا؟ ما تكلمنا؟ طيب ما فيش عليكم ملامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطع حامل حتى تضع، ولا حائل حتى في سبائ أو طاس، ولا حائل حتى تحيض إيه؟ حيضة. والحيضة الواحدة دي هي معناها استبراء الرحم، يستبرأ الرحم بحيضة واحدة. مفهوم؟ فيكون عند الجمهور الطلاق هذا لا يقع، والنكاح الثاني نكاح مفسوخ، وترجع المرأة لزوجها، ولا يجامعها حتى تستبرئ رحمها بحيضة واحدة. أما عند الأحناف فالطلاق يقع والزوج الثاني صحيح. وأدلة الأحناف كما بينت القياس على ذلك وعدم العمل بعموم المقتضي.
والراجح الصحيح هو قول الجمهور، الراجح الصحيح لذلك هو قول الجمهور، وأن الطلاق لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنساء مستكره عليه. رفع الأصل في الرفع إيش؟ كمال الرفع، رفع الإثم ورفع الحكم ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك، ونحن ندور مع الظاهر حيث دار. والثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق فيه إغلاق، ولا طلاق يعني لا طلاق واقعا، لا يقع هذا الطلاق، لا طلاق فيه إغلاق. طيب كيف نرد على الأحناف إذا قلنا بأن هذا هو الراجح؟ صح، يعني نسميه قياس إيه؟ فنقول الأحناف قياسكم قياس فاسد الاعتبار، لمن؟ لأنه قد خالف نصا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق فيه إغلاق. فالصحيح الراجح هو أن الطلاق المكره لا يقع. تبقى مسائل أخرى، منها مسألة الجهر بالصلاة أو قراءة الفاتحة خلف المأموم، وبعض ثبيت النية في الصيام، وأيضا بعض المسائل على مفهوم مخالفة، لا